الحقيقة جريمة مفزعة في كفر الشيخ. الأجهزة نرجع بقى محليا، الأجهزة الأمنية بتكثف جهودها لكشف لغز العثور على ثلاث جثث لأشخاص من أسرة واحدة، أب وزوجته ونجليهما مذبوحين، نجلهما الحقيقة مذبوحين داخل منزلهم في قرية الشقة التابعة لمركز إلين بمحافظة كفر الشيخ. معنا على الهاتف زميلنا محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. محمود، إيه الوضع بالضبط؟ إيه القصة؟ مساء الخير عليك أستاذ لميس وعلى كل السادة المشاهدين. يعني زي ما وصفتي حضرتك، هي يعني للأسف جريمة بشعة. لما يعني استيقظ أهالي قرية الشقة في محافظة كفر الشيخ على يعني وفاة ثلاث أشخاص. احنا بنتكلم عن أب عنده 80 سنة رجل مسن، زوجته 75 سنة، ابنهم عنده 45 سنة. ابنهم مدرس وبيتردد على مدرسة قريبة من المنزل لعدة أيام، لم يتردد على هذه المدرسة. بدأت الأهالي خاصة وهم من القرية والناس كلها عارفة بعضها، بدأت الناس تسأل عليه. كمان الأم الست المسنة يعني بتربي بعض المواشي في المنزل وبتروح تبيع اللبن لإحدى المحلات تجميع الألبان، تغيبت كمان منذ أيام. فده خلى الناس تسأل عليهم. على مدار 3 أيام ما شافهمش، بدأوا مع مجموعة من الأهالي يتوجهوا لمنزلهم. منزلهم يا أستاذ لميس بيقع على طرف القرية، يعني آخر منزل في القرية وبعده الأراضي الزراعية المترامية الأطراف. دخلوا البيت اكتشفوا أن الثلاث جثث موجودين داخل البيت. البيت عبارة عن دور أرضي، يعني زي ما يكون مقسم الى نصين، كل نص عباره عن شقه، جثه الاب في الصاله في احدى الشقق، وجثه الابن والزوجه في الصاله الثانيه في الشقه الثانيه. الاب يعني في حاجه زي الذبح، الام والابن فيهم عدد من الطعنات. طبعا ابلغوا الجهات الامنيه اللي بدورها وصلت لمكان الحادث وبدات تسال الشهود العيان وبدأت تبحث المكان. المكان فيه بعض ضغوط، ووفقا لأقوال شهود العيان في بعثرة إلى حد ما داخل المنزل. للأسف زي ما قلت حضرتك، يعني المنزل في مكان مترامي الأطراف، في إحدى الجهات قريب منه زي المصنع صغير، في بعض الكاميرات تم التحفظ عليها. الناحية الثانية في مجموعة من الأراضي الزراعية ما فيهاش كاميرات، في أجهزة الأمن حاليا بتجمع تحرياتها يعني بحث هذا الحادث وفك الطرامس والاستماع لأقوال شهود العيان حتى يتسنى لها الوصول إلى الجناة والقبض عليهم. يعني الحقيقة أنه مشهد غريب شوية، لأنه المزارع عنده 80 سنة، زوجته عندها 75 سنة، ابنهم عنده 45 سنة، وطريقة القتل طريقة بشعة، ويبدو من الأسرة أنها أسرة بسيطة، يعني مش أسرة مثلا ممكن يكون معاها أموال أو كده، فأسرة بسيطة. فهل ما فيش أي اشتباهات مثلا؟ موضوع غريب جدا يا محمود. بالفعل يا أستاذ لميس موضوع غريب، وحتى الناس هناك أهالي القرية وشهود العيان بيقولوا ان الناس طيبين جدا وعلاقتهم طيبه جدا مع الاهالي والجيران. ويعني حتى يعني تم سؤاله عما اذا كان هناك خلافات قديمه مع حد او سابقه خلافات، نفوا ده تماما وقالوا ان الناس بيتمتعوا بسمعه طيبه. زي ما قلت حضرتك الاب مسن يمكن ما بيتحركش من المنزل، الام يعني بتربي مواشي وبتتحرك يعني خفيف، الابن مدرس ومعروف عنه محبوب وسط التلامذه ومحبوب ما وسط زمايله. فالامر يعني فيه لغز الاجهزه الامنيه بتحاول انها توصل لهذا اللغز وتفك طلاسم هذه الجريمه من خلال تحريات دقيقه بتحاول تجمعها على مدار الساعات الماضيه. شكرا محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث اليوم السابع. جريمة بشعة وغريبة، لأنه سن الضحايا، وكمان القصة الحقيقة مؤلمة جدا.